المقادير بتاعتنا طبعا عندنا ممبار ني مغسول كويس قوي واتنقع في ميه وملح وخل واتشطف واتقلب، ماشي كده. ده كده بالنسبه للممبار. رز، وعندي بصل، طماطم، خضره مشكله، ثوم، فلفل رومي وفلفل حامي، صلصه، حته ليا صغيره تطعم لي الخلطه بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، كمون وكزبره، اي بهارات مشكله عندك، وكمان بضيف في الخلطه رشه قرفه وبابريكا، وطبعا السكر بتاعنا نص معلقه صغيره سكر اللي متفقين عليها، وخل وزيت. هي دي المقادير بتاعتنا. نقول تاني مقادير الخلطه يا جماعه، مهمه جدا. ادي اهو ممبار، بصل وطماطم هتتضرب في الخلاط، خضره مشكله، بقدونس وشبت وكزبره، ثوم مفروم، فلفل رومي، وعندي كمان فلفل حامي، صلصة اهي قدامكو اهي، ملح وفلفل، كمون وكزبرة، بهارات مشكلة، قرفة وبابريكا وشوية سكر وخل وزيت. بس كده، دي مقادير الخلطة بتاعتنا. بعد كده عندي التسوية اللي هي هتبقى في الكيس الحراري. عندي كيس حراري الحجم الجامبو، الاحجام بتاعت الاكياس بتبقى مكتوبة على الاكياس من برة، فاحنا النهاردة هنستخدم الحجم الجامبو عشان انا عايزة اكبر كمية هواء تدخل جوه الكيس. طماطم وبصل هقطعهم حلقات كده واحطهم في الكيس من تحت، ومكعب مرقه وكوبايه ميه سخنه. عايزه الخلطه دي يا جماعه يبقى فيها زيت كتير عشان لما اجي احشي الممبار تنزل معايا جوه الممبار، بالبلدي كده تتزحلق قوام قوام، ما تتعبنيش في الحشو، فالزيت جوه الحشوه بيفرق جدا. ادي كده شويه زيت بهذا الشكل، ونجيب معلقه وناخد قطعه ليا كده صغيره، واول ما ريحتها تطلع وقبل ما تاخد لون، يعني يا دوبك نزلت في زيت اهو شميت ريحتها، اروح نازله على طول بالبصل. بسم الله بهذا الشكل. الاول شويه ميه، فين الميه؟ اهي بسم الله، شويه ميه كده على سكينه الخلاط عشان بس ايه اشغل الدنيا، ماشي. وبعد كده عندي طماطم، مع الطماطم هنزل قرن فلفل بارد ونص بس حامي كده، يدي ايه ريحه حلوه كده جوه الخلطه بتاعتنا. لكن 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 لو انت بتحبي الممبار مشطشط زي ناس كتير اعرفهم، حطي قرن حامي بحاله. بصوا بقى القرن الرومي ده مع يا دوبك كده القطعه صغيره خالص من الحامي، قد ايه هيدي ريحه حلوه جدا جدا كده في شفشق الخلاط. ايه تاني؟ هحط توم نص معلقه صغيره، يعني ما بنحطش توم كتير، بس الفص الصغنن اللي انتوا شايفينه ده قد ايه بيعمل شغل حلو قوي قوي مع الخلطه، وبيدي كمان ريحه في منتهى الجمال. وكمان هننزل بالصلصه كده. اخر حاجه بقى معايا في شفشق الخلاط، معلقه خل عشان تدي طعم وريحه للخلطه بتاعتنا، مش قادره اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها. يلا بينا نضرب بقى ايه الكلام الحلو ده. يبقى كده كل ده اتحط ما عدا التوابل والبهارات اللي عندي والسكر، ما تحطوش في الخلاط. بسم الله. لو تلاحظوا حاجه، ان انا فضلت اسايس شفشق الخلاط علشان يضرب لي الكميه دي من غير ما احتاج اضيف ميه زياده. طب ليه؟ ايه المشكله يعني ان انا كنت حطيت كوبايه ميه كمان وكنت شغلت الدنيا؟ انا مش عايزاها تبقى خفيفه يا جماعه، لان انا مش هسبكها على النار. يعني كل اللي هيحصل دلوقتي ان انا بس هديها غلوه، فعايزه قوامها يفضل تقيل. بصوا بقى البصله، هي دي المرحله المطلوبه، قوامها يبقى تقيل مع غلوه واحده بس مع البصله، خلاص وصلت لقوام حلو قوي. شايفين اهو كده؟ تمام، البياض بتاعها كله اتكسر وهتبتدي تدخل على انها تاخد لون. نروح على طول لحقينها بالخليط الحلو بتاعنا ده. يلا البهارات بتاعتنا اللي كانت ايه؟ ملح وكمون وكزبره وبابريكا، وايه تاني؟ وبهارات مشكله وملح وفلفل اسود، واخر حاجه احنا معانا ان شاء الله ما كناش كنا هننساها، سكر. زي ما قلت لك نص معلقه سكر صغيره مش اكتر من كده. ننزل كده بالرز، وننزل بالخضره، كتري الخضره، وخلي الخلطه بتاعتك يبقى لونها محمر كده حلوه، ما تبقاش فاتحه، وفي نفس الوقت الخلطه تبقى طريه ما تبقاش ناشفه قوي. ندي تقليبه. بسم الله.
يعني انا دلوقتي لو جبت الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي في الطاسه بتاعتي، حطيتها على المكونات دي على الرز والخضره، وحسيت ان الخلطه فاتحه، انا ممكن احط شويه صلصه وشويه زيت، مفيش اي مشكله خالص. طب شمين الريحه، هتشممينا الريحه يا سمر، اتصرفي. كده ونقلب بقى كويس. اهو الممبار بيبقى بطوله كده، بدور بس على الحرف، وديته الحرف فين يا ولاد؟ اهو بصوا، اول مره مع بعض هنحشي الممبار بطوله كده. ادي الدهنه بره اهي، حلو الكلام. ونجيب الخلطه الناحيه التانيه عشان تبقى جنب ايدينا. بسم الله كده. بصي بقى يا ستي، اسهل وانسب طريقه لحشو الممبار، انا ماليش في الاختراعات الجديده، القمع والازازه والكلام ده، انا على طول بحشي كده بايديا طول عمري. ادي الدهنه باينه اهي لبره، تمام. بحط صباعين كده بفتح بيها الممبار كده، والايد التانيه بتاخد كده تروح ايه زقه الخلطه جوه الممبار بالشكل ده. بصوا عشان الخلطه طريه تنزل جري جري على طول ازاي، اهي ما تخليش الخلطه بتاعتك ناشفه. بسم الله. طبعا سخنه مولعه، وانتوا قاعدين تتفرجوا دلوقتي مش حاسين مش حاسين بالسخونيه او كده، شوفوا ازاي. ونزلي على تحت كده، املي 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 ونزلي كده على تحت، شايفين بتنزل على طول ازاي؟ اهو اهو بصوا، على طول كده عماله انزل الخلطه لجوه، بصوا بهذا الشكل اهو. طب وبعدين بقى ازاي هنعملها كده صوابع ممبار كلها تبقى قد بعضها زي ما احنا شايفين اللي انت محضراه في الطبق ده؟ وبعدين خدي ربطه، الكلام ده لو الخيط ده موجود عندك، الخيط ده ممكن تجيبيه من بتاع الفراخ، وبرده بتجيبيه من مستلزمات برده اللي بيبيعوا حاجه المطبخ. تعالي بقى احنا ربطنا كده هنا، بططي كده كده، ما تخليش الرز فيه يبقى كتير، ماشي. وتعالي هاتي الاتنين دول واربطي كده. انا عملت ايه؟ خليت الاتنين دول قد بعض بالظبط، وبعد كده يتسلق ويتحمر في الكيس، يطلع لك قطعه تروحي قصاها على طول ومقدماه، مفيش اسهل من كده في الدنيا. اهم حاجه مش عايزه الرز فيه يبقى كتير. ده الكيس الجامبو، بصوا عملته كده كأن شمرته كده بالشكل ده، حطيت من تحت شرايح بصل وشرايح طماطم، وجبت اي كوبايه حطيت مكعب مرقه، وهجيب ميه سخنه. بسم الله، مقدار كوبايه بس مش اكتر من كده، اهو ادوب فيها بس مكعب المرقه. الكوبايه دي هتتحط على البصل والطماطم من تحت. بعد كده هروح جايبه الممبار بتاعي، بصوا رصيه كده اهو في كل حته كده، واروح شده الكيس لفوق. وانا بقفل الكيس عايزه ادخل اكتر كميه هواء موجوده، يعني اروح ماسكه الكيس كده وعامله كده، لفي بقى الكيس كده، وبيجي معاه القفل بتاعه ده. اهم حاجه عشان خاطر ربنا ما تقطعوش في الاكياس الحراريه كتير، زي ما انا بشوف فيديوهات دب دب دب، لا عشان يتحمر. ايه اللي هيحمره؟ طول ما الهواء محبوس جوه، فانا بس هعمل فتحه واحده بس صغيره اللي هي تخرج الهواء الزياده بس، شايفين اللي هي قد ايه؟ بصوا دخلت لي المقص بس جوه. وبعد كده هجيب كوبايه ميه عاديه بقى، دي هتبقى في الصينيه من تحت بس كده، يبقى كوبايه ميه عاديه في الصينيه من تحت، يدخل الفرن على الشبكه ساعه بالظبط، عدي ساعه يطلع لك الممبار مسلوق ومتحمر بفعل البخار اللي كتمناه جوه الكيس.